عرف إمبراطور روما كاليجولا على أنه أشهر طاغية في التاريخ، وقد كان ثالث إمبراطور روماني والذي اشتهر بوحشيته وجنونه، وكان لديه صلة قرابة من جهة الأم بالإمبراطور نيرون الذي قام بحرق روما. وتولى كاليجولا الحكم في روما منذ عام 37 ميلادية وحتى عام 41 ميلادية، والاسم الحقيقي له هو جايوس، والذي قال حينما اعترض أحد أعضاء مجلس الشيوخ على دخول حصانه المجلس: أنا لا أدري لماذا أبدى العضو المحترم ملاحظة على دخول جوادي المحترم على الرغم من أنه أكثر أهمية منه، فيكفي أنه يحملني. ولد كاليجولا خلال عام 12 ميلادية، وقد نشأ داخل بيت ملكي حيث تربى بين العسكر كي يتم إعداده لتولي الحكم، واسمه الحقيقي هو جايوس، ولكنه حصل على اسم كاليجولا والذي يعني الحذاء الروماني كنوع من السخرية منه في صغره حتى كبر وتولى زمام الحكم في روما ليصبح أحد أشهر طغاة التاريخ. لم يكن كاليجولا مجرد رجل قاسي حكم روما، بل إنه كان نموذجا سيئا للجنون والشر والقسوة التي تمثلت في صورة طاغية قام بأفعال لا يمكن أن يتوقعها بشر، وكان متفننا في خلق طرق لإغاظة الشعوب التي تحكمها روما. ومن الأمثلة على ذلك أنه قام بنقل بعض الآثار الفرعونية من مصر إلى بلاده، مثل مسلة تحتمس الثالث، كما سيطرت عليه فكرة أنه ملك العالم كله، بل إنه تخيل نفسه إلها على الأرض. قام كاليجولا بفرض السرقة العلنية في روما والتي اقتصرت على شخصه بالطبع، حيث أنه أجبر كل الأشراف وأفراد الإمبراطورية الأثرياء في روما أن يحرموا ورثتهم من ميراثهم وأن يقوموا بكتابة وصية بمقتضاها يتم نقل كل أملاكهم إلى خزانة روما بعد وفاتهم، بمعنى أن أملاكهم ستؤول إلى كاليجولا بعد وفاتهم. كانت الحاشية من حول كاليجولا تهتف له وتؤيد أفعاله خوفا منه، وهو ما زاد في طغيانه وجنونه لدرجة جعلته يقوم بتعيين جواده كعضو في مجلس الشيوخ. وكان من الضروري على أعضاء الحفل أن يحضروا حفل التكريم بملابسهم الرسمية، وكانت المفاجأة الصادمة لهم يوم الحفل أن المأدبة لم تكن تحتوي إلا على تبن وشعير. وحينما رأى كاليجولا اندهاشهم قال لهم بأنه شرف لهم أن يأكلوا ما يأكله حصانه في صحائف ذهبية. خضع الجميع في ذلك الوقت لرغبة كاليجولا وأكلوا من التبن والشعير، إلا واحدا منهم يدعى براكوس رفض ذلك، فقام كاليجولا بإقصائه عن منصبه وتعيين جواده مكانه، وقد قال له: من أنت كي ترفض أن تأكل مما يأكله جوادي؟ وبالطبع قام الحاضرون بالتهليل للطاغية وتأييد قراره الذي لا يرد، ولكن براكوس ثار وأعلن غضبه وثورته ضد كاليجولا. أعلن براكوس الثورة غاضبا لكرامته، وهو ما جعله يصيح في الحاضرين قائلا: إلى متى يا أشراف روما سنظل هكذا في حالة خضوع لجبروت كاليجولا؟ ثم قام بقذف حذائه في وجه الحصان، ثم صاح قائلا: يا أشراف روما افعلوا مثل ما فعلت، استردوا شرفكم المهان. فتحول الحفل إلى معركة بالأطباق وكل شيء موجود، ولم يتمكن كاليجولا من الفرار، ولكنه وقع فريسة في أيدي الأعضاء الذين قتلوه كما قتلوا حصانه أيضا، لتنتهي قصة أشهر طاغية في التاريخ في يوم 22 من شهر يناير من عام 41 ميلادية. والله أعلم.